عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم طبابة ألف مع سحر عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير مستمعي إذاعة ألف ألف أف أم الموجة السعودية في كل مكان. معكم سحر عبد الله، من جديد أجدد لقائي فيكم من خلال موسوعتكم الطبية، برنامج طبابة ألف اللي يجيكم يوميا من الساعة 1 للساعة 2. زي ما عودناكم يوميا نبدأ أول النهار بحلقة صحية تثقيفية وتوعوية باستضافة طبيب مختص وبكل مصداقية. بالنسبة لموضوعنا اليوم حبايبنا المستمعين، راح نتكلم عن ارتفاع الضغط، ضغط الدم القاتل الصامت. فاللي حاب يتواصل معانا في حلقتنا لليوم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، حسابنا على تويتر والفيسبوك ALIF ALIF FM، وبالنسبة للرسائل النصية على STC 84 77 0، موبايلي 640 660، وزين 746 2622. رحب بضيفنا لليوم، نورنا في الاستديو دكتور ممدوح حسين السبحي، استشاري أمراض القلب بمستشفى الملك فهد بجدة. أهلا وسهلا فيك دكتور ممدوح. أهلا وسهلا، وأتشرف بوجودي معكم. لنا الشرف دكتور، نشكرك كثير بتعطينا هذه الساعة من وقتك، وإن شاء الله أنها تكون حلقة مفيدة على كل المستمعين. نتمنى إن شاء الله. دكتور ممدوح، بالنسبة لموضوعنا لليوم ارتفاع الضغط، ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت، إيش مقصود بالصامت؟ يعتبر ارتفاع ضغط الدم أو يسمى ضغط الدم القاتل الصامت لأنه قد تحدث أعراض ضغط الدم والمضاعفات فجأة وبدون سابق إنذار، حيث ممكن تحدث مضاعفات خطيرة مثل نزيف المخ وأيضا جرح وشرخ في الشريان الأبهر الأيورتي، وهذه المضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة. تحدث بدون أي وجود أي أعراض مسبقة وقد تحدث فجأة. لذا من الضروري يجب على كل شخص أن يحاول قياس ضغطه بشكل دوري. حتى لو ما كان عمره يشتكي من ارتفاع في الضغط، ما يشتكي من في أعراض دكتور؟ يعني 90% من الحالات تقريبا لا توجد بها أعراض معينة. الأعراض تحدث فقط في خلال 10% من الحالات، فمعظم حالات ارتفاع الضغط لا توجد أي أعراض مسبقة، ولذلك خطير وجوده في حالة عدم تشخيصه. طب يرجع يعني حضرتك ذكرت أكيد ما في أعراض ما في سبب، بس ما يرجع للسن اللايف ستايل ولا كمان هذا ما له علاقة؟ ارتفاع ضغط الدم يوجد نوعان لارتفاع ضغط الدم، النوع الأولي أو الأساسي، وهذا في الغالب لا يوجد سبب معين لارتفاع ضغط الدم، لكن توجد عوامل وراثية وعائلية قد تكون هي السبب. أيضا تغيير نمط الحياة مثل السمنة الزائدة، الإكثار من تناول الأملاح، عدم ممارسة الرياضة، تناول الوجبات السريعة المشبعة بالدهون والأملاح، هذه كلها قد تكون عامل من عوامل الإصابة. وتوجد أيضا أعراض أو سبب ثانوي آخر نتيجة وجود سبب عضوي كأمراض الكلى المزمنة أو خلل في عمل بعض الغدد كالغدة الدرقية زيادة نشاطها، أو الغدة الكظرية أيضا زيادة نشاطها، أو تضيقات خلقية في الشريان الأبهر الأيورتي النازل، وهذه قد تكون وجود ضغط الدم في مرحلة الشباب ومرحلة الطفولة. جميل. طيب في فرق بين الموضوع هذا اللي نتكلم عنه عن ضغط الدم العادي، الناس اللي بتشكي من ارتفاع ضغط الدم باستمرار وملتزمة على تاخذ أدوية معينة يعني للضغط، هو نفس الشيء هذا ولا يختلف دكتور؟ بالنسبة للأعراض أو أعراض ضغط الدم، طبعا لا يوجد تفريق ما بين النوع الأساسي والنوع الثانوي. في كلا النوعين يستخدم المريض علاجه لمحاولة خفض الدم، ففي الحالتين يعني لا صعب التفريق بين النوعين. وضروري الواحد ياخذ أدوية الضغط؟ أنا بسمع في ناس يرتفع ضغطهم وعادي ما يعني ما ياخذوا أدوية، يعني لسه أنا صغير لسه بدري على أدوية الضغط والكلام ذا. من المهم جدا السيطرة على ارتفاع ضغط الدم في حالة وجود ضغط دم
المرتفع البسيط قد يتحول إلى ضغط دم مرتفع بسيط وشديد في حالة عدم الالتزام بالعلاجات، وقد تحدث المضاعفات في معظم الأشخاص نتيجة عدم انتظامهم بأخذ العلاجات الطبية المناسبة لخفض الضغط. جميل جدا، يعطيك العافية دكتور ممدوح. هنطلع فاصل إعلاني قصير وبنرجع نكمل حلقتنا اليوم. مستمعينا الكرام خليكم معنا. عيادتكم المسموع على ألف ألف أف أم، طبابة ألف مع سحر عبد الله. اليوم جالسين نتكلم عن ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت مع ضيفنا الدكتور ممدوح حسين السبحي، استشاري أمراض قلب بمستشفى الملك فهد بجدة. تكلمنا في البداية عن سبب اسمه، ليش سمي بالصامت، تكلمنا شوي عن الأعراض، باقي نتكلم دكتور ممدوح عن المضاعفات أو تأثيراتها على باقي أعضاء الجسم. يعني حتى الآن لم نتكلم عن الأعراض، لكن ممكن يعني ما كملنا صحيح طلعنا الفاصل. من أهم أعراض ارتفاع ضغط الدم صداع، خصوصا أسفل الرأس وخلف الرقبة، غثيان، تقيؤ، زغللة في العينين، طنين بالإذن، تكرر نصفي أنفي، وفي حالات بسيطة ممكن تحدث غيبوبة. هذه الأعراض بشكل عام، لكن كما سأسلف سابقا تحدث فقط في 10% من الحالات. معظم حالات ارتفاع ضغط الدم لا توجد أي أعراض تذكر، وحتى في حالة انخفاض ارتفاع الضغط المتوسط أو الشديد يعني قد يأتي المريض إلى الطوارئ بحدوث مضاعفات خطيرة من دون وجود أي أعراض. أوكي. طيب بالنسبة للمضاعفات، من أهم مضاعفات ارتفاع ضغط الدم هو تصلب الشرايين. تصلب الشرايين تعريفها هي قساوة وصلابة وتكلس الشرايين الجسم بشكل عام، وخصوصا الشرايين التاجية القلبية، وهذه قد ممكن تسبب أزمات قلبية حادة كالذبحة الصدرية الغير مستقرة أو احتشاء عضلة القلب. وأيضا تصلب شرايين المخ ينتج عنه حدوث جلطات مخية متكررة، وقد ينتج عنه أيضا حدوث نزف مخي حاد، وذلك نتيجة انفجار شرايين المخ. أيضا تؤثر على شرايين الكلى من تضيقها وترسبات دهنية في جدار الكلى، وهذا قد يسبب أيضا فشل كلوي حاد أو مزمن. شرايين الأطراف أيضا قد تحدث تضيقات في شرايين الأطراف مع قصور في الدورة الدموية للأطراف. شبكية العين أيضا قد تحدث المضاعفات، وذلك تكون عن طريق حدوث ضمور في عصب العين أو حدوث نزيف في شبكية العين، وهذا قد ممكن يؤدي إلى فقدان النظر. جميل جدا دكتور ممدوح، ذكرت قبل الفاصل أنه المفروض الواحد دائما يعمل تشيك أب دوري ويفحص، يعني حتى في البيت مثلا يفحص ضغطه زي أي أمراض ثانية الواحد يعمل لها تشيك أب يعني باستمرار. يعني بعد سن معين مثلا الواحد يبدأ يعني يهتم بالموضوع ويكشف على ضغطه باستمرار؟ معظم حالات ارتفاع ضغط الدم تشخص في مرحلة 30 وما فوق، الزيادة الكبرى تكون في سن 65 وما فوق، لكن في حالة وجود تاريخ عائلي ووراثي بمرض ارتفاع ضغط الدم يجب على كل شخص حتى وإن كان صغيرا بشكل دوري ومتكرر قياس ضغط الدم، خاصة زي ما ذكرت حضرتك أنه إذا كان طبعا يشكي من سمنة أو أمراض أخرى مزمنة. صحيح؟ أحيانا تغيير نمط الحياة مهم جدا في علاج ارتفاع ضغط الدم، وقد ممكن يكون شافي من دون استخدام علاج. ف يوجد أشخاص مثلا يكون وزنهم زائد، ممكن يستخدموا أملاح كثيرة لإضافة للطعام، هؤلاء الأشخاص في حال خفض وزنهم والإقلال أو عدم تناول الأملاح الزائدة ممكن أن ينخفض ضغطهم من دون أخذ علاج. صحيح. طيب بالنسبة للتشخيص دكتور ممدوح، كيف بيكون التشخيص خاصة لو الواحد أول مرة تجي هذه الأعراض ويحس فيها
ويتوقع يعني أكيد الواحد ما حيعرف إذا هذا ضغط من ضغط أو لا، لأنه أعراضه مشابهة لأمراض كثير يعني الدوخة والحالتك ذكرتها. معظم الحالات تشخص عن تكون عن طريق الصدفة، وذلك أخذ قياس معدل ضغط الدم لسبب آخر، لكن تشخيص الضغط المرتفع يكون عادة في حال وجود أكثر من قراءتين، أي ثلاثة قراءات أو أكثر يكون ارتفاع الضغط مرتفعا إذا كان أكثر من 140 على 90 ملي متر زئبقي. فمهم جدا قياسها يعني أكثر من مرتين، ثلاثة وأكثر ممكن أشخص ارتفاع ضغط الدم. أرجع عيد لحبايبنا المستمعين اللي حاب يتواصل معنا، يقدر يتواصل معنا عن طريق حسابنا على تويتر ALIF ALIFFM أو عن طريق الرسائل النصية، مشتركي STC على 84770 موبايلي على 640-660 وزين على 746262، واللي حاب يتصل علينا ويتواصل معنا على 011-61-61-100 ومن الرياض على 011-217-85-85. في سؤال على التويتر تحدثنا لك خلف الحسين، يقول ارتفاع ضغط الدم هل يسبب شلل للفم، وهو وهل هي هذه الجلطة المفاجأة؟ حضرتك فهمت السؤال؟ نعم ارتفاع ضغط الدم هو عامل أساسي لترسب الكوليسترول والطبقة الدهنية لشرايين المخ، وأيضا عامل أساسي لإصابة تصلب شرايين المخ، فقد تحدث حدوث جلطات مخية متكررة أو حدوث نزف مخي نتيجة ارتفاع حاد في ضغط الدم وتمزق الشرايين المخ، وفي الحالتين قد يكون هناك شلل في أحد الأعصاب المغذية ومن ضمنها أعصاب الوجه. فنعم الجواب نعم، قد ممكن أن تسبب شلل. وهو السبب الرئيسي يعني الأكثر شيوعا دكتور الجلطات هو ارتفاع الضغط؟ ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية لحدوث الجلطات بشكل عام، ويوجد أيضا المرض السكري أيضا من الأشياء المهمة، التدخين أيضا من الأشياء المهمة جدا. فأتوقع أنه هذه الثلاثة هي من أكثر الأسباب حدوث الجلطات. جميل جدا. هنتكلم عن العلاج دكتور ممدوح، بس خلينا نأخذ كم مشاركة، في عندنا كم اتصال وبعدين نرجع نكمل موضوعنا. نأخذ أول اتصال معنا حمد. ألو، هلا يا حمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا، تفضل أخوي. طول عمرك. عندي نفس المشكلة، عندي ولدي الحين راكب مسافة الشمس، يلا أعطيك العافية. أول شيء الله يطول عمرك، أبغى رقم الدكتور لو سمحتي، عشان أقدر أتواصل معه بعد البرنامج، الله يخليك. حاضر. طب أخوي خليك بس خليك معنا على الخط، بس رشا هنا في الكنترول حتاخذ رقمك وإن شاء الله أكيد حيتواصل معك الدكتور. طيب ناخذ عبد الرحمن. هلا وسهلا اخوي عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. الله يعطيك الصحه اخوي. قفل الراديو، بس قفل الراديو. انا عندي عندي النورمال 160-164 الضغط على 40 دائما، اللوير يكون نازل كثير 40-50. انا اغسل كلى طبعا، بعض الأحيان ينزل عندي إلى 92-93 اللي هو الهاير. فما أدري إيش التمرجع هذا، بس أبغى أعرف له سبب. بس ألف سلامة عليك أخوي. ارتفاع ضغط الدم يتم تشخيصه إذا كانت القراءة الأعلى أو الضغط الانقباضي أكثر من 140، وإذا كانت القراءة الأدنى أو الضغط الانبساطي أكثر من 90. في حالات معينة قد يكون هناك ارتفاع في ضغط بالضغط الانقباضي وانخفاض في الضغط الأدنى أو الانبساطي، ومن أهم أسباب حدوث هذه الفروقات بين الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي هو وجود أمراض الصمامات القلب التاجية، مثل حدوث ارتجاع في صمام القلب التاجي، وهو أحد الأسباب الأساسية لسبب هذه المشكلة. توجد أيضا أسباب أخرى مثل
حدوث تسممات في الدم، حدوث ضعف في عضلة القلب، قد تنتج أيضا مثل هذه الفروقات. فأنصحك بعمل أشعة تلفزيونية لعضلة القلب والكشف على الصمام التاجي لمعرفة إذا كان في ارتجاع أو لا. ألف سلام عليك أخوي. ناخذ الاتصال اللي بعده على السريع. في معنا حمد أو أحمد. طيب محمد عفوا. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أخوي آمر. بالله بسأل الدكتور لمرضى السكر، كيف أتعامل مع مريض السكر إذا عنده ارتفاع في الضغط الدم؟ طيب شكرا اتصالك. بالنسبة لمرضى السكر يجب المحافظة على معدل السكر في الحد الطبيعي، وأيضا المحافظة على مستوى ضغط الدم في الحد الطبيعي أو أقل من الطبيعي. كما ذكرت كما أسلفت مسبقا أن تعريف ضغط الدم المرتفع هو يكون أكثر 140 على 90. في مرضى السكري يجب ألا يزيد ضغط الدم عن 120 إلى 70. حالته خاصة طبعا. هذه حالة خاصة. نعم نعم. طيب ناخذ صال اللي بعده. أبو عبد الله. ألو أبو عبد الله. أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي. قفل الراديو بس لأن البث متأخر. قفل الراديو، سمعنا عن طريق التليفون. معاك. تفضل أخوي. أيوة لو سمحت وصل الدكتور الله يسلمك. أيوة تفضل. قفل الراديو أخوي حينقطع الخط. قفل الراديو الله يرضى عليك. أيوة تفضل. عندي ولدي تقريبا عمره 11 سنة. ألو. للأسف أبو عبد الله كان فاتح الراديو فعشان كذا يقطع الخط، مو مشكلة. هنرجع نستقبل مزيد من الاتصالات بعد الفاصل، خليكم معنا. عيادتكم المسموعة على ألف ألف أف أم. طبابة ألف مع سحر عبد الله. مستمرين معاكم في برنامج طبابة ألف على إذاعتكم وجدتكم السعودية ألف ألف أفا. اليوم جالسين نتكلم عن ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت مع ضيفنا الدكتور ممدوح حسين السبحي، استشاري أمراض قلب مستشفى الملك فهد بجدة. بنرجع نستقبل اتصالاتكم على 012-61-61-100. طيب دكتور ممدوح، كيف الواحد يعرف يقيس ضغطه؟ كيف يعني كيف بيعرف قياس الضغط الأمثل والطبيعي؟ إيش هو الطبيعي بالضبط؟ وفي أنواع في بالنسبة للقياسات. بالنسبة لمعدل الضغط الطبيعي الانقباضي أو القراءة الأعلى تكون من 90 إلى 140. قراءة أقل من 90 يكون انخفاض في الضغط، قراءة أكثر 140 تكون في زيادة في الضغط. بالنسبة للضغط الانبساطي أو القراءة الأدنى تكون ما بين 60 إلى 90. إذا كانت القراءة أقل من 60 يعتبر انخفاض، وإذا كانت القراءة أكثر من 90 يعتبر ارتفاع. الأنواع الضغط، ارتفاع الضغط ثلاثة أنواع: ارتفاع الضغط البسيط، وفي هذا النوع يكون الضغط الانقباضي من 140 أكثر من 140 إلى 160. ارتفاع الضغط المتوسط ويكون معدل الضغط الانقباضي من 160 إلى 180. ارتفاع الضغط الشديد ويكون معدل الضغط الانقباضي أكثر من 180. هذا بالنسبة للضغط الانقباضي. بالنسبة للضغط الانبساطي أيضا توجد له تقسيمات أو قياسات أيضا. فبشكل عام المعدل الضغط المثالي بالنسبة للضغط الانقباضي هو أن يكون ما بين 120 إلى 130، بينما معدل الضغط الانبساطي أن يكون من 70 إلى 80 ملي متر زئبقي. جميل جدا دكتور. المريض بيكون مطلع على هذه القياسات؟ يعني أي واحد يجي أول مرة يكتشف أنه عنده ضغط بيكون واعي للقياسات هذه؟ للأسف معظم الحالات المريض لا يكون أبدا واعي بالنسبة للقياسات. مهم جدا أيضا تحديد درجة ارتفاع الضغط، حيث أن المضاعفات قد تحدث أكثر مع وجود الضغط المرتفع أكثر.
وتنصح دكتور يعني انه يكون عنده جهاز ضغط، يعني يمكن احد في البيت يعرف يقيس له مثلا مرضى السكر، جهاز التحليل هذا لازم يكون موجود في البيت؟ هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، ولكن ليس بصورة يومية او تقريبا كل ساعة، حتى لا يكون هناك قلق وخوف من مشكلة ارتفاع الضغط. انا انصح القياس مرة او مرتين اسبوعيا. افضل الاجهزة المانيوال اللي هي الزئبقية أكثر من الأجهزة الإلكترونية، بتكون أدق في القياس أكثر. والأفضل مثلا يقيس ضغطه أول ما يصحى من النوم أو قبل ما ينام أو ما لا دخل يعني في أي وقت؟ المفروض قياس ضغط الدم حين يكون المريض جدا يكون مرتاح مسترخي، وألا يكون هناك توتر أو قلق أو أرق أو قلة نوم أو استرس، هذه قد ترفع ضغط الدم، وفي هذه الحالة يكون ارتفاع طبيعيا جدا. جميل جدا. طيب نرجع لحبايبنا المستمعين، ناخذ المزيد من الاتصالات. في معانا أبو محمد. ألو أبو محمد. ألو، هلا، مرحبا. مرحبتين وعليكم السلام، تفضل. مساكم الله بالخير. سعد مساك، هلا وسهلا. ممكن أكلم الدكتور؟ تفضل. تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، أهلين. أقول أنا عندي الضغط وبستخدم الحبوب ومن عارفه، لكن الضغط ما ينزل، كل ما استخدم الحبوب العلاج مثلا واقيس مرتفع الضغط على طول، ساعات مرتفع وساعات ينزل، يعني مو متوازن الضغط على طول على ذا الحال، وانا بستخدم علاج. ملتزم ملتزم بالادويه؟ ملتزم بالادويه، ملتزم بالادويه جدا. طيب. والان وقفت يعني. هو ايضا يجب الالتزام بتغيير نمط الحياه، بتغيير نمط الحياة. يجب عليك أن لا تضيف الملح للطعام، يجب عليك أن تحاول خفض وزنك، أن تمارس الرياضة بشكل يومي، يعني ممارسة الرياضة جدا مهمة، على الأقل 3 مرات أسبوعيا بمعدل نصف ساعة. ولكن إذا كانت ممارسة الرياضة يوميا ومدة أطول لا مانع، بالعكس هذا من أهم أسباب خفض الضغط. الالتزام بالتناول الوجبات قليلة الدهن، عدم الاكثار من الوجبات السريعة المشبعة بالدهون والأملاح، هذه الأشياء قد تكون مهمة جدا لخفض الضغط. يعني على سبيل المثال تستخدم أدوية ارتفاع ضغط الدم وأنت تضيف الكثير من الملح للطعام، فشيء طبيعي أنه الضغط ما حينزل، عارف؟ أو أيضا توجد حالات معينة يكون فيها ارتفاع الضغط جدا شديدا وغير مستجيبا لتغيير نمط الحياة، في هذه الحالة ممكن إعطاء أكثر من علاج، لكن توقف العلاج بدون سبب وبدون استشارة الطبيب هذا أكبر خطأ، وده قد تحدث مضاعفات خطيرة لا سمح الله. أنا أنصحك بمتابعة طبيبك والبدء في تغيير نمط حياتك. شكرا لتواصلك معنا أخوي. ناخذ أبو عبد الله. ألو أبو عبد الله. ألو. هلا أبو عبد الله، قفل الراديو الله يرضى عليك. عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا، تفضل أخوي. طيب تفضل. أكلم الدكتور. تفضل سؤالك. فضل. عندي ولدي أنا تقريبا عمره 12 سنة، وزنه فوق 60، ودائما يشكي من صداع ودوخة، فما أدري هلا أسوي له تحليل، أقدم له أشوف إيش عنده وإيش ما عنده، ولا إيش صح الدكتور؟ إذا كانت وجود الصداع والدوخة طبعا، وعمل التحاليل جدا مهم، من أهم أسباب الصداع والدوخة هو فقر الدم، انخفاض في نسبة الهيموغلوبين. من الأسباب الأخرى أيضا قد يكون ارتفاع ضغط الدم، فأنصحك بمراجعة الطبيب، فحصه من قبل الطبيب، وأيضا عمل التحاليل اللازمة لمعرفة سبب الصداع والدوخة. في هذا السن ممكن يكون عنده ممكن ارتفاع ممكن الضغط؟ يكون ارتفاع ضغط الدم، هناك سبب خلقي مهم جدا وهو تضيق في الشريان الأيورطي النازل بالصدر، هذا ممكن يحدث عنه ارتفاع في ضغط الدم في مرحلة الطفولة والشباب أيضا. ممكن إنه بعدين يعتدل ضغطه وتروح هذا المشكلة إذا نزل وزنه، يعني بحيث إنه صغير مرة. نزول الوزن قد يكون عامل لخفض الضغط، لكن أيضا يجب تدخل عن طريق القسطرة القلبية أو عن طريق التدخل الجراحي لعلاج هذه المشكلة، مشكلة تضيقات الشريان الأبهر الأورطي. طيب ناخذ فيصل معانا. ألو. هلا وسهلا فيك أخوي، تفضل. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك دكتور؟ أه
هلا وسهلا حبيبي، الله يخليك. لو سمحت بستفسر، عندي الوالد انا تقريبا عمره 80 سنه، تشتكي من الضغط وامراض اخرى. نعم. لكن ما بعرف بالنسبه للضغط، نعم، ايش يعني اذا كان مرتفع ولا اذا كان منخفض خطر على المريض؟ الارتفاع الضغط خطير، وانخفاض الضغط بشكل كبير اخطر. وفي حالة انخفاض الضغط بشكل كبير قد ينتج عنه حدوث قصور شديد في تروية الأعضاء الحيوية بالجسم، منها القلب والمخ والكلى والكبد. ففي الحالتين، الارتفاع أو الانخفاض، الخطورة كبيرة. فعلى هذا الأساس يجب الموازنة وإبقاء الضغط في الحد الطبيعي. في تغريدة لفت نظري السؤال، دكتور ممدوح يقول هو عنده كسل في الغدد، نعم، ونقص فيتامين دال. أي غدة؟ ما حدد بس نعم. كاتب كسل في الغدد ونقص فيتامين دال. نعم. فيقول هل هذا السبب عشان كده يرتفع ضغطي يعني؟ ولو رجعت يعني لو أخذ الفيتامينات وأخذ حبوب الغدة ممكن إنه يروح الضغط؟ وممكن الضغط يجي من سبب نقص فيتامينز؟ لا توجد علاقة مباشرة ما بين نقص فيتامين دال وارتفاع الضغط، لكن يجب المحافظة على مستوى فيتامين دال في الحد الطبيعي. توجد أمراض خلل بعض الغدد مثل زيادة نشاط الغدة الدرقية أو وإفراز هرمون الثيروكسين، أو زيادة نشاط الغدة الكظرية وزيادة هرمون الاندوستيرون، هذه قد تؤدي إلى ارتفاع في معدل ضغط الدم، فيجب علاجها. جميل. طيب ناخذ اتصال، في معانا محمد. يا هلا والله. هلا وسهلا، تفضل أخوي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عندي زي كده يعني التوتر، لما توتر ولا يصير أزعل ولا شيء عندي رجفة، هل شيء له ضغط ولا شيء؟ التوتر أو القلق أو الزعل، هذه كلها قد تسبب ارتفاع في معدل ضغط الدم، ارتفاع في معدل ضربات القلب، وقد تؤدي أيضا إلى رعشة في الأطراف. فعلاجه بسيط جدا، هو الامتناع عن التوتر والقلق. حاول أخوي قد ما تقدر. ناخذ فيصل. ألو فيصل. ايوه الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا وسهلا، تفضل. كيف بخير؟ الحمد لله، تفضل اخوي. ممكن الله يسعدك. انا عندي سؤال دكتور اذا تسمح لي. تفضل. ايوه انا طبعا لما اصحى الصباح يا دكتور طبعا دائما صداع مزمن، ودائما الاقي الضغط عندي منخفض. كم معدل الضغط؟ هل تم قياسه في البيت عندك؟ والله انا لا اقيسه، تقريبا في العياده يعني كل بعد فترة قيس ألاقي برضه منخفض. أديني رقم، كم الرقم كان منخفض كم؟ أنا كما أسلفت سابقا بالنسبة للضغط الانقباضي نقول منخفضا حينما تكون القراءة أقل من 90، وبالنسبة للضغط الانبساطي يكون منخفضا حينما تكون القراءة أقل من 60. لكن لو كان من 90 ل140 بالنسبة للضغط الانقباضي، ومن 60 ل90 بالنسبة للضغط الانبساطي، أعتبره طبيعيا جدا. كم أخوي طيب لما قست؟ أعطينا. والله ما أدري، يعني أنا أقيسه في العيادة فما يعطوني بالضبط، يقولوا الضغط منخفض، لكن هل تبي دكتور ولا لا؟ إذا كان انخفاض الضغط يسبب صداع، علاجه بسيط جدا، وهو الزيادة القليلة جدا من كمية الملح في الطعام طبعا. نعم، إذا كان بسبب الضغط الأعراض هتختفي حتما. النوم يا دكتور هل برضو منه؟ لأن أنا برضو دوام شفة النوم أوقات يكون بالليل جدا يعني. طبعا تغيير نمط النوم وعكسه عن الفطرة قد يكون سبب للصداع، لكن توجد أسباب للصداع أخرى مثل فقر الدم أو انخفاض في نسبة الهيموجلوبين، فيجب عمل تحاليل شاملة وكاملة لمعرفة السبب. شكرا لاتصالك. نأخذ اتصالي بعده، محمد كمان. ايوه نعم، هلا وسهلا، تفضل. وعليكم السلام. كيف حالك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه دكتور. بس عندي انا ارتفاع في الضغط، لكن انا لي فتره طويله يعني وانا اعاني من ارتفاع الضغط، يمكن تقريبا من 10 سنوات. نعم. يمكن بدات معي من عمر 20 سنه. نعم. والان العمر تقريبا 32 سنه. نعم. طبعا سويت جميع الفحوصات مع الدكتور،
طبعا أتابع أنا بشكل دوري. نعم. وسبحان الله يعني كل المعدلات طبيعية جدا من ناحية وظائف الكلى، من ناحية فحص الدم، الكوليسترول. في تاريخ عائلي أو وراثي أحد من من قرايب الدرجة الأولى؟ فيه الوالد، لكن ما عنده الارتفاع زي الارتفاع اللي أنا عندي. لا لا أنا يعني عنده يعني ارتفاع في ضغط الدم يعني أكثر من 140/90. خلاص معناته 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 أكثر الأسباب، أكثر من 90% من الأسباب تكون لها علاقة وراثية وعائلية. كيف وزنك؟ لكن كيف وزنك؟ لكن الوالد أنا وزني الآن تقريبا 90. نعم. لكن طولي 170. أي. ويعتبر شوي مرتفع. أنا طبعا بعد ما نزلت وزني الفترة الماضية. نعم. إلى تقريبا 76 وانخفض الضغط. ممتاز. بشكل ملحوظ جدا يعني. نعم. لكن رجع الوزن وارتفع الضغط كذلك. كما أسلف سابقا أن نمط الحياة الخاطئ هو من أهم أسباب زيادة الضغط، والمحافظة على نمط الحياة وذلك عن طريق ممارسة الرياضة المنتظمة، عن طريق الإخلاء من التدخين، عن طريق خفض الوزن، عن طريق الإقلال من تناول الأملاح، عن طريق الرياضة والحركة المستمرة، هذه كلها قد ينتج عنها ليس انخفاض للضغط، علاج الضغط أيضا، علاج الضغط أيضا. شكرا لاتصالك. هذا كان آخر اتصال معانا دكتور ممدوح، للأسف ما في وقت. وصلنا لنهاية الحلقة، لكن دكتور حاب تضيف شيء قبل لا نختم حلقتنا اليوم؟ والله يعني أنا أحب أضيف أنه الارتفاع ضغط الدم من أهم الأمراض الموجودة عندنا في السعودية، وتحدث بنسبة من 25-30% من سكان السعودية مصابون بارتفاع ضغط الدم، وتحدث وفيات في نصف هذه في نصف العدد هذا. فمن المهم جدا اكتشاف المرض وايضا علاجه، وحتى يعني المفروض الواحد كمان يهتم في، يعني قليل اللي اسمع يهتمون اساسا في موضوع الضغط دكتور ممدوح، يعني وناقص، يمكن في ناس ناقصهم توعيه اكثر في بخطوره. صحيح صحيح صحيح، كلامك جدا جدا صحيح. توجد امراض اخرى مثل داء السكري، ارتفاع نسبة الكوليسترول، تصلب الشرايين، هذه كلها أمراض قد تصيب أي شريان وتتلف أي عضو. والسبب هو كمان يرجع عليه. السبب يعني كل هذه الأمراض، كل هذه الأمراض يمكن السيطرة عليها عن طريق اتباع الإرشادات الصحية اللازمة وعن طريق مراجعة الطبيب بانتظام. يعطيك ألف عافية دكتور ممدوح، شكرا لك. أهلا على سهلا. هذه الحلقة الرائعة، وإن شاء الله الكل يكون استفاد من حلقتنا لليوم، وإن شاء أتمنى الله يا رب. نلتقي فيك إن شاء الله في حلقات جاية. إن شاء الله. شكرا لك. أهلين أهلين. كان معنا دكتور ممدوح حسين السبحي، استشاري أمراض قلب بمستشفى الملك فهد بجدة. نشكر كل حبايبنا اللي تواصلوا معنا لليوم، اللي فات الحلقة وحاب يرجع يسمعها أكيد راح يلقاها إن شاء الله على اليوتيوب بكرة بعنواننا، عنوان موضوعنا لليوم اللي هو ارتفاع الضغط الدم القاتل الصامت. كنت معكم سحر عبد الله، وأقول لكم فمان الله.